1-0 سباقية تونس على كوستاريكا. ثواني وينطلق الشوط الثاني. كلمة لكل من لبيب صغير وأنيس السحباني، تفضل. شكرا لك اسكندر، يعطيك الصحة، مشكور جدا. نجدد التحية لكل مشاهدينا الكرام مع انطلاقة الشوط الثاني بين تونس وكوستاريكا، والمنتخب الوطني متقدم بهدف لصفر. وهبي الخزري في الدقيقة 36، المنتخب الوطني التونسي اللي كان قام بتغيير وحيد، وفي الحقيقة نبيل معلول اللي تعرفني قام بتغيير وحيد اضطراري، دخول أسامة الحدادي مكان علي معلول، وبالتالي تشكيلة المنتخب تصبح على النحو التالي: معز حسن في حراسة المرمى، ديلون محمود برون، هذا هو الاسم الثلاثي. اكيد يجينا التصحيح من خال اللاعب يؤكد انه محمود موجود بين ديلون وبران. انيس خلينا نقولوا الاسم الثلاثي هو تونسي اكيد الجنسيه. وهذه كره سعى لكوستاريكا حذري من عكس الهجمه والتدخل الدفاعي ممتاز للمنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي قدم اداء طيب في الشوط الاول. قلت نرجع لنستحضر الزوز تشكيلات لمن فاته مشاهدة الشوط الأول. معز حسن في حراسة المرمى مع 27 ديلون محمود دبران، 5 أسامة الحديدي اللي خذا مكان علي معلول، 2 سيام بن يوسف، 4 ياسين مرياح، 17 ياسر صخيري، 13 فرجاني ساسي، 20 أنيس البدري، 23 نعيم سليتي، 24 سيف الدين الخاوي، و10 وهبي الخزري قائد الفريق وصاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن للمنتخب الوطني التونسي. بينما تشكيلة منتخب كوستاريكا في حراسة المرمى نافاس رقم 5 سيلسو بورغيس، 6 اوسكار دوارتي رقم 16 عنده انذار في الفتره الاولى، غومبوا رقم 21 ماركوس سورينا، وطبعا هذا الهجوم لصالح منتخب كوستاريكا، وموجود ياسين مريح 19، كيندال واستون رقم 12، دانييل كوليندراس رقم 15 عنده انذار كيف في الفتره الاولى، فرانسيسكو كالفو رقم 2، جوني اكوستا رقم 10، براين رويز قائد الفريق، ورقم 17 تيخيدا يلسون تيخيدا، والمدرب مدرب منتخب كوستاريكا هو اوسكار راميريز 53 عام. منتخب كوستاريكا يحتل المركز 26 عالميا، بينما تونس 23 عالميا، والحذاري دائما من الاصابات في تشكيله راميريز. مدرب كان في كوستاريكا، يعني بدا بالفرق الكوستاريكيه وبعد مشى للمنتخب الكوستاريكي في اوت 2015، قريب يعمل 3 سنين مع هذا المنتخب، وهو ملقب بالماتسيو. بينما نبيل معلول اكيد التجارب في البطوله التونسيه مع المنتخب، كذلك منتخب الكويت بالنسبه لنبيل معلول، وتصفيات كاس اسيا والمنتخب ان شاء الله اذا كان يكمل المونديال زاد معهم قبل بتبيع الاشكاليه مع الاتحاد الدولي لكره القدم، واذا كان ان شاء الله المنتخب يربح الماتش اليوم حتى في الترتيب التصنيف العالمي والترتيب يكون افضل ممكن، ندخلوا لافضل 20 منتخب في العالم، نحن تو في المركز 23، ممكن حتى ندخلوا لقائمه 15 المنتخب الافضل في العالم. كره ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي، ديلان محمود برون كما كنت تحكي لبيب الى فرجاني ساسي، ترجع له كره، ياخذ له كره من الجهه اليمين الى فرجاني ساسي، فرجاني ساسي بدل على الجهه اليسار الى اسامه الحدادي بالراس الى السليتي، ممتاز جدا الى وهبي الخزري، سحب الهدف الوحيد وهبي الخزري، ترجع للسليت، السليتي الى الحدادي، يلعب واحده اثنين ليه قصيره حدادي، خاتل الهجوم اسامه الحدادي، فرصه اثنين، فرصه الثاني، اوه موجود نافاس، موجود كيلور نافاس، هذه اول فرصه في الشوط الثاني للمنتخب الوطني التونسي. ممتاز التدرج بالكره من لاعبيه المنتخب، باو الحدادي اللي حكيت عليه ما يمشيش برشا للهجوم، نلقاوه في 18 تمرير لسليتي هو التسديد، لكن موجود الحارس، حارس المنتخب كوستاريكا في العمل الاخير، الحارس موجود والاداء موجود بالنسبه للمنتخب، وهذا الاهم، هذا الاهم، ممتاز جدا حسب حتى المحللين مع اسكندر الحجام، المنتخب ممتاز جدا ان شاء الله يكمل هكا الى نهايه التسعين والوقت بدل الضايع، وبطبيعه انتصار معنويات للمعنويات هام جدا كما ضد المنتخب الايراني اللي كان محترم جدا واللي فاز على المنتخب الجزائري 2-1، منتخب ايراني اليوم، ودامني نحكي على نتائج النتائج الوديه، منتخب بنما خسر اليوم 6 بلاش ضد منتخب سويسرا، نصف الزينه، نصف الزينه اليوم خسرهم، نخسروا نتمناو نربحوه بتبيعه واحد بلاش يزي ونجيبوا ثلاثة نقاط ضد منتخب، حتى عملت طلع على وسائل التواصل الاجتماعي في فترة ما بين الشوطين
الناس الكل ولات نجم ونمشي وديق دور ثاني في المونديال، الناس الكل انه ممكن مطمئنين على ثلاثة نقاط ضد بنما، وهذا هو ما يغروناش المباريات الودية. ياما منتخبات تألقت في الوديات وخابت في الرسميات، يعني بكل صراحة النجم قدم أداء كبير في الوديات ولا قدر الله ما نلقاوش رواحنا في الرسميات. نفس الشيء بانوراما تنجم تعطيك الوجه هذايا السيء الرديء، وبعد بنما واش قلت أنا؟ قلت بانوراما. باهي بنما ومن بعد تتغير المعطيات في الرسميات، يعني للغرور بكل صراحة. وأنا ديما ناخذ العبرة من المنتخب الإيطالي اللي ديما يبدأ منافسات المونديال ديما بطريقة سيئة جدا، تلقى من بعد في الدور النهائي دور نهائي في احنا حاجتنا بدور ثاني بصراحة، يلزمنا دور ثاني خامس مشاركة. منتخبنا ولا من عمالقة كرة القدم العالمية، نوليو بشوي بشوي نتمعوا في مونديال تاريخي. هذا وزام الحداد اللي نعيمة السليتي فرجاني ساسي او ياسين مريح، شوفوا الولي يلعب ياسين مريح يلعب مع دينون محمود براون الى السيام بن يوسف، تذكر التغيير وحيد الى حد الان ورجع لي معلول هو دخول اسامه الحديدي. فما مخالفه لتونس بعد تدخل من اكوستا رقم اثنين وقلب دفاع منتخب كوستاريكا اللي واضح نرفز منتخب كوستاريكا. المنتخبات الكونكاكاف اللي وقت اللي يبدا متاخر في النتيجه المنتخبات هذم يولي برشا على اعصابه حتى في المباريات الوديه. ما كانش يتوقعوا المردود هذا من المنتخب التونسي. وهذه كره الخزري، فرصه الثاني الخزري، فما تسلل ضد خط هجوم المنتخب الوطني. اكيد نسبه امتلاك كره للمنتخب الوطني التونسي، سيطره واضحه وجليه لعناصرنا الوطنيه في هذه المباراه، وكانت اخر فرصه ورفع الرايه تسلل ضد وابي الخزري سحب الهدف الوحيد الى حد الان للمنتخب الوطني التونسي. كره لديلان محمود بران يرجع للفرجاني ساسي، فرجاني يلعب مع السخيري، السخيري الفرجاني ديلان بران يمشي السخيري الخاوي يرجع لسيام بن يوسف لياسين مرياح، سين مرياح أسامة الحدادي يرجع لمرياح. منتخبنا لحد الآن مرتاح دفاعيا. سيام ومنتخب كوستاريكا صائم عن التهديف، إن شاء الله يبقى هكا إلى نهاية المباراة. ياسين يبدل ما يخلطش أسامة الحدادي، تخرج كرة في التماس لمنتخب كوستاريكا. غومبو في التنفيذ يمشي الرويز قائد المنتخب الكوستاريكي، يحاول إيجاد الثغرة في دفاع المنتخب الوطني التونسي ويلعب مع كولندريس التصويب، وبعيدة عن المرمى وأكيد صيحة الاستهجان من مشجعين التونس، ظاهر انه العدد نتاعهم اكبر بكثير من عدد مشجعي كوستاريكا، لاني ما شفتش المشجعين تاع كوستاريكا. ممكن تفاجئ منتخب كوستاريكا بهذا العدد الكبير من التوانسة اللي موجودين في يعطيهم الصحة. كما قلنا نشوفوا العلم التونسي موجود في المدرجات يرفرف في هذا الملعب، ملعب أليونز ريفيرا، كما قلنا ملعب جديد تم افتتاحه يوم 22 سبتمبر 2013، ومدة الأشغال كما ذكرت في البداية عامين، طاقة استيعابه 35624 متفرج. نجم في الرجبي أيضا لأنه احتضن عديد المباريات في الرجبي، يحتضن 34615، وتنجم طاقة الاستيعاب نتاعو توصل إلى 44624 ألف الحفلات. هذه كورة إن شاء الله اليوم عندنا حفلة في تونس من خلال انتصارنا على كوستاريكا. مادام حكيت على الملاعب لبيب، مباراة تونس انجلترا باش تلعب في 18 جوان في فولفوغراد أرينا، 23 جوان ضد بلجيكا في ملعب سبارتاك موسكو، و 28 جوان ضد بنما باش نلعبوا في سارانسك. هذو من ثلاثة ملاعب اللي باش يحتضنوا مباريات المنتخب الوطني التونسي في الدور الأول إن شاء الله. نقولوا في انتظار أكيد نتعداو للدور الثاني. هذه كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، ليس السخيري بدل على اليمين إلى السليتي، نعم السليتي ينتظر الصعود للسليتي. باهي العملية، فما تسلل ليه ما فماش تسلل بدري، فما متسلل أنيس البدري، وكان واضح انه خذا وقته السليتي ما حبش يمرر لانيس البدري.
لكن التسلل واضح على لاعب المنتخب الوطني التونسي. حط صاحبه في موقع تسلل، كان ينجم يعني اللمسه الاولانيه كي تمشي للبدري وقتها يكون في موقع سليم البدري، لكن ممكن حب زاد يصوب، حب يجرب حظه نعيم السليتي. المهم انه منتخبنا قاعد يحاول، قاعد مسيطر، الكره قاعده توصل لمنطقه جزاء كوستاريكا، هذا المهم، في انتظار ان شاء الله هدف ثاني في الدقائق القادمه. تعود الكره لصالح منتخب كوستاريكا الى وستسون، يرجع ياخذ يحاول يحصر الدفاع المنتخب الوطني التونسي، ويعتمد تقريبا نفس البدايه بتاع المنتخب التونسي في الشوط الاول. وستسون يبحث عن الحلول، يلعب في العمق، موجود ياسين مرياح، يحط الكره بالتماس لتفادي خطوره لاعب رقم 12 كولين دراس. هذا رويز، براين رويز يلعب التماس، هو موجود اسامه الحدادي لاعب ديجون الفرنسي نفس فريق نعيم السليتي. تعود الكره من جديد لصالح منتخب كوستاريكا، يبدل على الجهه اليسار الى ماركوس اورينا، تعود من جديد والمخالفه، يرجع للمخالفه الحكم الفرنسي، تدخل كان على فرانسيسكو كالفو لاعب منتخب كوستاريكا، وهي الاعاده تدخل في مرة أولى كان من أنيس البدري على رقم 6 هو أوسكار دوارتي. وأكيد نشوفوا تعامل معز حسن في الكرة الثابتة، تنفيذ المخالفة من دانييل كوليندراس. تقريبا كل لاعبية المنتخب في ال 18 تنفذ المخالفة. حذيري ترجع من ياسين مليح في مرة أولى، حذيري من التدخلات والتوزيع كما جيت في القائمة الثانية. وموجود معز حسن بكل امتياز، معز حسن يحط الكرة في الركنية في اختبار جدي في الكرة الأخيرة، باعتبار أنه كان وراهم لاعبي اسمه لاعب براين رويز. هاي الإعادة، وكذلك ديلان محمود برون تتنفذ الركنية، وبه معز حسن في الصعود، ثابت في الصعود الاخير في الركنيه، بدا ظهر الامكانيات نتاعو حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي وكذلك فريق شاتورو في الدرجه الثانيه في البطوله الفرنسيه. ومن خلال اللقطه اللي صارت في الشوط الاول وقت اللي تحصل على الخطا، قلنا انه معز حسن ثابت في الكره الهوائيه ولا الفضائيه، يعني بدا يعطي بوادر طيبه هذا الحارس معز احسن. وكما قلنا التنافس سيشتد بين الرباعي فاروق بن مصطفى، معز بن شرفيه، ايمن المثلوثي ومعز احسن من اجل ثلاثه مقاعد في مونديال روسيا 2018. لمن ستكون الكلمه؟ هذا تغيير اول لكوستاريكا، حمل القميص رقم 7 اوليزيس سيغورا ياخذ مكانه في التشكيله، مكان رقم 17 رقم 12 رقم 12 كوليندريس، دانييل كوليندريس هو اللي اخرج. وايضا التغيير الاول بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، فخر الدين بن يوسف ياخذ مكان سيف الدين الخاوي، هذا التغيير الثاني للمنتخب الوطني التونسي، فخر الدين بن يوسف مكان سيف الدين الخاوي بعد دخول اسامه الحدادي مكان علي معلول في الشوط الاول، تغيير اضطراري بسبب الاصابه، شل لاباس لعلي معلول. زوز تغييرات لنبيل معلول وتغيير لاوسكار راميريز، مدرب كوستاريكا كما قلنا لم يتجاوز الحدود الكوستاريكيه على مستوى التدريب. وهذه كره للمنتخب الوطني التونسي، الفرجاني ساسي الفرجاني حول التمرير وتتقصى الكرة من واستون وتوصل مباشرة لمعز حسن. سيام محتار راميريز كيف سيجد الحلول لبلوغ شباك معز حسن لتقديم أداء طيب على الأقل، لأنه السيطرة للمنتخب الوطني التونسي في الدقائق الماضية. وهذه كرة أسامة الحدادي تخرج في التماس، التماس للمنتخب التونسي، باهي التماس، التسديد، كانت التمريره مسخيري في اتجاه الفرجاني، ما خلتش الفرجاني، وترجع الكره للاعب البديل سيغورا وتمشي تماس
لمنتخب كوستاريكا. منتخب كوستاريكا كما قلنا متأهل عن منطقة الكونكاكاف، وهذا الفريق اللي تميز بأدائه في مونديال 2014 بالبرازيل ووصل للدور ربع النهائي، وكانت أهل إلى جانب المكسيك وبنما عن منطقة الكونكاكاف في سجله 3 مرات الكأس الذهبية، وأيضا كأس اليوتيو كاف لأمريكا الوسطى 8 مرات، وكان شارك بداية من عام 97 في الكوبا أمريكا في 5 مناسبات، وأفضل نتيجة كانت مرتبة 5 عام 2001. يعني منتخب يفرض الاحترام، ولكن لحد الآن منتخبنا يفرض السيطرة الميدانية على هذا المنافس بعد مرور 60 دقيقة لعب في اللقاء. 1-0 لتونس. وهبي الخزري في الدقيقة 36، وكرة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي. سيام بن يوسف حذيري من الكرات القصيرة وتفادي المفاجآت في هذه المباراة إلى أسامة الحدادي. أسامة الحدادي يتعدى من الجهة اليسار، يخلي وراها نعيم السليتي، مرر الكرة السليتي إلى أنيس البدري، يلعب 1-2، خلط التمريرة ترجع لصالح سيغورا. سيغورا اللي دخل منذ دقائق أفضل بدنيا طبيعي جدا، رقم 15 فرانسيسكو كالفو إلى قلب الدفاع أوسكار دوارتي. دوارتي يلعب مع تيخيدا، يلسون تيخيدا في وسط ميدان منتخب كوستاريكا. تيخيدا إلى أورينا، أورينا إلى الرويز، 1-2 قائد منتخب التيكوس جونيا كوستا. طويلة الكرة في العمق وفما تسلل، وفما تسلل على خط هجوم منتخب كوستاريكا على الفرانسيسكو كالفو. أمامكم 15 في تشكيلة منتخب كوستاريكا، خرج وراء المدافعين واضح متسلل في خط هجوم منتخب كوستاريكا، وفي انتظار أكيد التغييرات الأخرى. ممكن بسام استرار في اعتقادي الشخصي قد يأخذ مكانه في قادم الدقائق، لأن الجماهير الموجودة نسبة كبيرة منهم تعرف مليح بسام استرار في مع فريق نيس في البطولة الفرنسية، ولو أنه نسبة كبيرة من الجالية التونسية أنيس، ولكن على الأقل يعرف الميدان، يعرف الأوروبير متاع الميدان هذا، ينجم يحقق الإضافة في الشوط الثاني. فرصة لبسام السرافي أخذها شوية وقت ضد إيران باش يكون ممكن من الورقات الرابحة لنبيل معلول. دي خمم فيه أكيد، أكيد. دي خمم فيه نبيل معلول في ال 14 على الاقل ال 11 الاساسيين وثلاثه البدلاء في المونديال. هذا وهبي الخزري صاحب الهدف الوحيد باش ينفذ الركنيه لصالح المنتخب الوطني التونسي، والجماهير تشجع بكل ما اوتيت من قوه. وهبي الخزري في تنفيذ الركنيه، شكون يطلع بالراس والتدخل من الدفاع، وفما الكره ترجع لاوسكار دوارتي. دوارتي يلعب بسرعه الى براين رويز موجود البدري في التغطية. بدري بدري يعني سال بدري إلى السيام بن يوسف أو لعب ياسين مريح، هذا هو السيام بن يوسف. يرجع للحديدي اللي كان في التغطية مع ديلان محمود براون. وهبي الخزري ما يتعديش، فما التماس، يربح التماس لعب المنتخب الوطني التونسي، والمنتخب محافظ على نسق الممتاز الى حد الان بتعليمات المدرب نبيل معلول، مدرب محلي يمشي للمونديال، مدرب العربي والافريقي الوحيد، وبينما مدرب محلي كذلك بالنسبه لمنتخب كوستاريكا لمشاركه تاريخيه ان شاء الله بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، والتحقيق في مرحله اولى انتصار ثاني بعد انتصار المكسيك سنه 1978. طويلة الكرة إلى وهبي الخزري، متسلل متسلل وهبي الخزري، والتغييرات قلت قادمة باعتبار أنه تقريبا كل لاعبي المنتخب والصورة من الجهة اليمنى واضحة قاعدين يقوموا بالحركة الإحمائية. نشوفوا في علي المرزوقي وكذلك بسام الأسرار. كان بالنسق انخفض المستوى، انخفض بعد بداية طيبة تقريبا 5-7 دقائق في الشوط الثاني، انخفض النسق في هذه المباراة وتراجع شوية مردود المنتخب الوطني التونسي. هو التغيير باش يتم في تشكيلة منتخب كوستاريكا في 64 دقيقة، يخرج لاعب من منتخب كوستاريكا اعتقد جونيا كوستا، او يدخل او 17 هو يلسون تيخيدا، ويدخل مكانه ويلمير.
ويلمير 14 ياخذ مكانه في تشكيله المنتخب كوستاريكا، بينما نعيم السليتي يغادر في تشكيله المنتخب الوطني التونسي مع علامه كبيره لعلامه الامتياز بالنسبه لهذا اللاعب مردوده. و65 دقيقه من طراز عالي جدا في اعتقادي الشخصي وفي اعتقاد المحللين، وياخذ مكانه 11 في تشكيله المنتخب الوطني التونسي اللي هو طه ياسين الخنيسي. الخنيسي مكان نعيم السليتي. التغيير الثالث في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بعد دخول فخر الدين بن يوسف ووسام الحدادي، طه ياسين الخنيسي كقلب هجوم كلاسيكي في فكر المدرب نبيل معلول. سننتظر ما هي التغييرات اللي باش تكون في وهبي ماشي يمشي للجهه اليسرى، الجهه اليسرى كوهبي الخصري، وهبي من الجهه اليسرى، بن يوسف من الجهه اليمنى، وطه ياسين الخنيسي اكيد كقلب هجوم كلاسيكي في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. الملاعبي اللي يقلق برشا المدافعين، مزعج مشاغب يتعب المدافعين، مرة يمشي على اليمين مرة يمشي على اليسار، وقوته في طلب الكرة. هذا المهاجم لاعب الترجي الرياضي التونسي، كرة ترجع لفرجاني ساسي، يقطع الكرة إلى بن يوسف، سيام بن يوسف يلعب على الجهه اليمين الى فخر الدين بن يوسف، والتماس يعود لمنتخب كوستاريكا. امامكم نعيم السليتي، والتحيه على المردود المتميز جدا. نبادله التحيه، نقول له برافو بنفس الاشاره. تعود من جديد لصالح منتخب كوستاريكا الى حارس المرمى اللي قبل الهدف الوحيد الى حد الان، كيلور النفاس، يعني لاعب وهبي الخزري في كاريرو اكيد سجل لاعب، سجل لحارس مرمى لفريق عالمي كما ريال مدريد الاسباني. مش كل يوم، مش نوع من الاستصغار، أي مش كل يوم زاد تركي حتى وهبي الخزري تمكن راهو من اغلى اللاعبين توا حسب اخر الارقام، وانه اغلى لاعب تونسي وهبي الخزري يسوى تقريبا 25 مليار تونسي. نعرف انه معار من ساندرلاند، لكن توا الاغلى بعد المردود المتميز اللي يقدم فيه في البطوله الفرنسيه، يعني ينجم يسجل الاقوى الامهر حراس المرمى في العالم. وقت اللي يلزم انيس نعطيه الحقيقه نتاعنا ومتاع الملاعبيه نتاعنا ما فيها باس راهو، لانه مش يولي العملاق نافاس حارس المرمى، وياما تسجلت له اهداف حتى من صغار اللاعبين، فما بالك بوهب الخزري اللي تلاعب بالدفاع وسجل لهذا الحارس. والكره تعود بتلاميذ تماسي صالح منتخب كوستاريكا. هذه عاده المخرج اكيد في التدخل الاخير من معز حسن، والمطالبه بمخالفه لصالح منتخب كوستاريكا ترجع من رويز الرقم 10 براين رويز، ترجع من جديد لبورغيس سيلسو بورغيس لويلمير. ويلمير على الجهه اليسار، بدا يتقدم منتخب كوستاريكا. دوارتي، اوسكار دوارتي يدخل الياس الصخيري، فخر الدين بن يوسف، ممكن زاد فخر الدين بن يوسف في تفكير نبيل معلول ينجم وقت اللي في غياب الحلول يمشي هو كقلب هجوم، شفناه في بعض الدقائق ضد منتخب ايران، شفناه حتى في تصفيات المونديال يلقى روحه كقلب هجوم، بينما ديلان محمود برون. هذا فخر الدين بن يوسف والهجره نحو البطوله السعوديه، هل تكون مفيده ام غير مفيده الى حد الان؟ فرجاني ساسي، فخر الدين بن يوسف، كيف كيف المثلوثي موجود في تشكيله المنتخب الوطني التونسي مع واحد يلعب في البطوله القطريه، وهذا وهبي الخزري. وهبي الخزري يقطع الكره، ماذا يفعل وهبي الخزري؟ فرصه الثاني، التسديد والكره في الركنيه، مطالبه بلمسه يد، مطالبه بلمسه يد من انيس البدري اللي قاعد يقوم بعمل كبير برشا بالنسبه لانيس البدري، والحكم منشر القرار قد يكون الركنيه بالفعل، لانه منطقي انه الكره اصطدمت بمدافع، بالفعل الكره اصطدمت بمدافع منتخب كوستاريكا كالعاده، مره على اليمين مره على اليسار. وهبي الخزري هو اللي يمشي لتنفيذ الكرات الثابته، وهبي الخزري نفذ الكره وموجود النفاس، ضغط من اللاعبين المنتخب الوطني التونسي. الحدادي الى وهبي الخزري، اكيد باش يوزع الكره، وهبي الخزري يلعب قصيره مع انيس البدري، خزري الى الحدادي، ياخذ وقته ياخذ وقته باهي، المنتخب هو اللي يتحكم في النسق، مره يطلع ومره ينزل في النسق، وهكا نحبوا منتخبنا الوطني التونسي اللي بدينا بشويه بشويه نشمه
في ريحة المونديال. أما ديما الخطورة تجي من الرواق الأيسر، ريحة هجوم المنتخب الوطني التونسي. نحبوا الاعتدال على مستوى الرواقين، نحبوا التوازن كما الخدمة الكبيرة تجي على اليسار، ماذا بينا زادة الشيرة اليمين تتحرك. إن شاء الله تتحرك من خلال هذه التمريرة من الفرجاني سيسي لديلون محمود أبران، يمشي له فخر الدين. فخر الدين يرجع للفرجاني سيسي، فما طلب كرة من البدري. البدري 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 يحاول التمرير لوهبي الخزري، متفاهمين وهبي والبدري، لكن الكرة تتفك من دفاع كوستاريكا، والتدخل من ياسين مريح أو سيام بن يوسف هو اللي دخل في هذه الكرة، توصل لمعز حسن. معز حسن يعرف مليح هذا الميدان، هذا الملعب، بعد إعارته من نيس إلى شاتورو والمنتخب الوطني التونسي. رجع للسيطرة الميدانية لنسبة امتلاك كرة أفضل في الدقائق الأخيرة. الفرجاني سيسي، الفرجاني هل يحقق المنتخب الأماني في المونديال؟ هذا ما نرجوه إن شاء الله. ترجع الكرة من الفرجاني لسيام، سيام بن يوسف يرجع اليوم لمحور دفاع المنتخب في غياب يوهان بن عنوان المصاب. أكيد إلى غاية الأمس كان من المنتظر وأن نبيل معلول وبقية الإطار الفني باش يعولوا على 3 لاعبين في المحور، لكن غياب يوهان غير الخطة التكتيكية. وهنا نقطة استفهام أيضا، إذا كان يغيب لاعب نغيروا الرسم التكتيكي في آخر لحظة، ممكن غياب رامي البدوي، أيضا غياب عديد اللاعبين، حمدي النقاز اللي كان ينجم يكون موجود مكان ديلان برون واللي هو في الأصل لاعب محور، خلى نبيل معلول يرجع لزوز لاعبين في محور الدفاع. ديما تبقى فرضيات، ديما تبقى اكيد احتمالات للميدان حقيقته بالنسبه لاختيارات الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، لانه الاختيارات ناجحه الى حد الان، متقدمين واحد بلاش، احسن وافضل من كوستاريكا على مستوى الاداء، مسيطرين يعني الى حد الان. النجاح للاطار الفني التونسي واكيد للملاعبيه اللي هما قاعدين يجسموا واللي هما قاعدين يطبقوا في الرسم التكتيكي للاطار الفني، وكذلك النجاح للجماهير التونسيه موجودة، وتغيير للمنتخب كوستاريكا. يخرج 21 ماركوس أورينا ويدخل ميتشيل رقم 11. ميتشيل رقم 11 يأخذ مكانه في تشكيلة منتخب كوستاريكا بدون حلول ولا فرصة واضحة لمنتخب كوستاريكا إلى حد الآن. جوزي ميشيل رقم 11 في تشكيلة منتخب كوستاريكا. تنفذ التماس من واستون، يتدخل لاعب المنتخب الوطني التونسي، تعود من براين رويز الى اللاعب 15 هو فرانسيسكو كالفو، تعود من جديد لسيغورا، سيغورا اوسكار دوارتي، اوسكار دوارتي بورغيس سيلسو، حاول يجلب مهاجمين المنتخب الوطني التونسي من ويلمير، ويلمير سيغورا، سيغورا أول لمس للكرة من جوزي ميشيل إلى الخلف واستون في غلاب الحلول بالنسبة للمنتخب كوستاريكا، وتقريبا كل الكرات تمر عبر هذا اللاعب هو براين رويز إلى الياس السخيري. باهي العملية، يتعدى السخيري من الإمكانيات وفما إصابة، يلزم يخرج الكرة. سلامة ملعبية قبل كل شيء في كرة القدم، والشان لباس أو يقوم لباس إن شاء الله، لكن لا ما ياخذش الريسك الياس السخيري، وهذا الاهم بطبيعه مع انذار اعتقد في وجه لاعب منتخب كوستاريكا. بالفعل انذار بعد تدخل مع الياس السخيري في وجه بورغيس سيلسو رقم 5. انذارات، 3 انذارات في تشكيله منتخب كوستاريكا، انذار وحيد في وجه وهبي الخزري لاعب المنتخب الوطني التونسي وسحب الهدف الوحيد في 36 دقيقة لعب في شوط أول. مل هدوء من الحكم الفرنسي بكل صراحة، درس البرشا حكام كيفاش استنى نهاية العملية ويمشي للملاعبي ويقول له عليه زاد أعطيتك البطاقة الصفراء، لأنه أعطى إشارة معناها في اتجاه الياس السخيري، وشفنا القرارات نتاعو لحد الآن صائبة تقريبا، باستثناء ممكن العملية نتاع وهبي الخزري، ما نقولوش راني قاسي على وهبي الخزري، ولكن تعمد ركل المنافس بكل صراحة وهبي، ولكن
كان متسامح معاه الحكم الفرنسي. كرة للمنتخب الوطني التونسي من محمود بران ثم لإلياس الصخيري، يفك كرة يراوغ ويعطي التمريرة في بلاصتها. إلياس الصخيري كسب 5 وخميس كسب للمنتخب. لا ما تخافش نيس، مانيش ناخذ بالعين إن شاء الله يا ربي، كسب للمنتخب الوطني التونسي. هاو الكسب الآخر وهبي الخزري، التوزيع والتدخل الدفاعي لكن ترجع ليانيس البدري. أنيس يرجع لأسامة الحدادي، أسامة الحدادي، أسامة أنيس، واحدة اثنين أسامة، التوزيع والتدخل الدفاعي، تبقى تونسية. أنيس البدري، أنيس يستميت على الكرة، التوزيع وفخر الدين على الخايم، على القايم، على القايم من فخر الدين. مل المنتخب الوطني التونسي. أوه أنيس البدري ممتاز في التوزيع، وفخر الدين وزوز يعرفوا بعضهم، سبق لهم الانتماء للترجي الرياضي التونسي. فخر الدين باعتبار أنيس مازال في الترجي، لكن فخر الدين غادر نحو السعودية كوجهة ومحطة أخيرة إلى حد الآن. وكرة أخيرة كانت على القائم، وحذاري من هذه العملية، حذاري بالطبيعة ما تفهموهاش ضد المنتخب الوطني التونسي. إلياس الصخيري وترجع لكوستاريكا مرة أخرى. المنتخب الكوستاريكي عن طريق غومبوا يحاول أنه يريض اللعب نيس، لأنه أمام سيطرة، أمام هيجان بين ظفرين للمنتخب الوطني التونسي، يحاول أنه يسترجع الثوابت متاعه المنتخب الكوستاريكي. والهجمة للبديل سيغورا وتتفك للمنتخب التونسي. والمهرجان الجماهيري مش أقول لك بعد لحظات أكيد، لأنه بسام السرافي باش يأخذ مكانه بعد لحظات، والجماهير بدات تسخن لأنه تعرف مليح هذا الملاعبي لاعب السابق. لازم نسخنه زادة ونسخنه إن شاء الله مع العمليات الهجومية للمنتخب الوطني التونسي بعد آخر عملية وتصويبه من فخر الدين بن يوسف. ترجع الكرة من إلياس الصخيري لسيام بن يوسف لفخر الدين بن يوسف. لازم على الاسم ورب يجيب القسم من سيام الفخر الدين. والتوزيع خاطئة تمشي لواستون وترجع لمنتخب كوستاريكا. وأكيد نسمع في الأهزيج والهتافات والتشجيعات التونسية في هذا الملعب، ملعب أليونز ريفيرا بمدينة نيس، لتحتضن هذا اللقاء الدولي الودي للمنتخب الوطني التونسي. يغادر القائد، يغادر وهب الخزري، يغادر صاحب الهدف الوحيد. وهذه اللقطة هدف جميل من وهب الخزري، هدف أول للمنتخب الوطني التونسي. ودخول بسام أسرارفي، بسام أسرارفي واللاعب البديل وهبي الخزري يغادر. بسام يدخل وإن شاء الله البسمة تكون على شفاه كل التونسيين مع نهاية المباراة. نعرف مباراة تطبيقية، مباراة ودية، مناش نكبروا في اللقاء، ولكن على الأقل محتاجين حتى في الوديات لفرحة، محتاجين في تونس لمثل هذه المناسبات، على الأقل نشيخوا شوية، نفحوا شوية، نعملوا جو مع المنتخب الوطني التونسي. والله حتى كان نتعادلوا أنيس لا قدر الله فرحانين، لأنه المردود إلى حد الآن بعد 77 دقيقة باهي. منتخبنا كور يفرج، منتخب يفرج، والأهم من هذا سجل، والأهم من هذا نحاولوا بالطبيعة نزيد نلقاو الحلول الهجومية مع دخول بسام السرار في طه ياسين الخنيسي في تشكيلة المدرب نبيل معلول. كرة ترجع لمنتخب كوستاريكا من غومبوا، غومبوا إلى أوسكار دوارتي، أوسكار دوارتي، وتدخل من ياسين مريح إلى سيام بن يوسف، سيام بن يوسف، ديلان محمود برون، سيام بن يوسف، وفما مخالفة، أكيد فما مخالفة بعد تدخل من تسيغورا رقم 7 أمامكم، تدخل على سيام بن يوسف اللي يلعب في محور الدفاع اليوم مع ياسين مريح في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. تدخل واضح وتدخلات عديدة جدا من لاعبي منتخب كوستاريكا في هذه المباراة. نذكر واحد بلاش في 78 دقيقة هدف وهبي الخزري في 36 دقيقة لعب من الشوط الأول. إلياس الصخيري مل أناقة من إلياس الصخيري، أنيس البدري، فرجاني ساسي، منظمين كل واحد يعرف دوره، واحد في الربط بين الهجوم والدفاع، واحد في طبعا التمركز الدفاعي، واحد في افتكاك الكرة، واحد يطلع مليح في الشوط الثاني اللي هو اللاعب الحدادي أسامة. ترجع من جديد لصالح المنتخب الوطني التونسي. كل من لاعب يغيب
يتحسر على المكان نتاعو. غيلان الشعليلي مصاب مع الترجي، محمد امين بن عمر نحكي على لاعب الارتكاز، الفكاكين انيس بظهور الياس الصخيري بهذا المستوى يعني تقريبا صعب المهم، صعب المهم وضمن على بلاصته. انيق كما قلت انت تبارك الله عليه اوزر معناها يمشي حتى للكوره، وصغر السن ويخليه مجال باش يتحسن باش يتطور في المواسم القادمه وفي الاعوام القادمه. 22 سنه لعب فريق مونبيليه الفرنسي، واللاعبيه اللي يلعبوا التوانسه اللي يلعبوا في البطوله الفرنسيه هما اكثر عدد بطبيعه باش يكونوا في المونديال يلعبوا في البطوله الفرنسيه، حتى اكثر من لاعبي الفرنسيس اللي بطبيعه موجودين في كاس العالم. كره ترجع لفرجاني ساسي، فرجاني ساسي بدري بدري، حدادي حدادي الى البدري الى الفرجاني ساسي، بدل كليا على الجهه اليمين الى ديلان محمود برون، التوزيع طويله في القائمه الثانيه والكره سهله في يدين كيلور نافاس من 27 اللي هو ديلان برون، فريق لاعب فريق لاغونتواز في البطوله البلجيكيه. ترجع من جديد لصالح منتخب كوستاريكا اللي ما لقاش روحه بصراحه في مباراه اليوم، مش بطبيعه تشكيك في امكانيات هذا الفريق والمنتخب اللي يوصل لكاس العالم، لانه مش من السهل انك تلقى روحك في 32 منتخب اللي موجودين في كاس العالم، لكن بصراحه منتخب تونسي اليوم واقف مليح منظم دفاعيا وهجوميا. اسكتلندا في جلاسكو معناها منذ ايام، اسكتلندا مش المنتخب الاوروبي السهل معناها. اعاده لكره فخر الدين بن يوسف، اعاده اللي كان يكون هدف ممتاز جدا بين زوز ملاعبيه وكذلك امام حارس اسمه كيلور نافاس، والكره تصطدم بالقائمه الايمن لحارس مرمى منتخب كوستاريكا. منظم قلت المنتخب دفاعيا هجوميا، وخاصه اللي عجبني وسط ميدان محترم جدا ومن طراز عالي. تذكرت الملاعبيه اللي نشوف في فرنسا ما نساوش انيس البدري، اليوم اضافه كبيره لانيس البدري في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، وكان هو وراء التوزيع الاخيره لفخر الدين. وما نتمناوش يكونوا مكاننا بن معلول، لانه الخيارات صعبه جدا والاختيارات باش تكون صعيبه برشا، وفما حد باش يكون راضي الملاعبيه اللي باش يلعبوا اكيد، وخاصة الاختيار السيء شكون اللاعبين اللي باش يغادروا. وهذا في ظل غياب يوسف المساكن اللي كما قال نبيل معلول هو ميسي تونس، رونالدو البرتغال، يعني من ابرز النجوم من احسن الملاعبين، وخاصة انه نتألق في البطولة القطرية تحيل ويلعب على لقب افضل هداف في البطولة القطرية، ونجم يعادل رقم قياسي بالنسبة لمسابقة افضل الهدفين في البطولة القطرية. يعني موسم الامتياز ليوسف المساكن سنة، وبكل صراحة يعني نجم يعطي اضافه كبيره للمنتخب الوطني. كم سنتاسف على الملاعبيه بطبيعه اللي باش يغادروا المنتخب الوطني التونسي قبل المونديال، لانه القائمه فيها 23 لاعبي، يعني مفروض انه برشا ملاعبيه باش يغادروا، واولهم واحد من حراس المرمى معز حسن بثلوثي بن مصطفى، وكذلك معز بن شريفيه. ترجع كره الياس السخير الى فرجاني ساسي، فرجاني ساسي الى بن يوسف او لاعب ياسين مريح، ياسين مريح فخر الدين بن يوسف، بن يوسف حدادي، حدادي الى الصخيري، صخيري الى فرجاني ساسي. هناك تشوف ياسين مريح وسيام فين موجودين، تفهم السيطره، تفهم السيطره والثقه نتاع الملاعبيه نتاعنا، معناها حتى لاعبي المحور تلقاهم تجاوزوا خط منتصف الميدان ولاو يلعبوا في منطقه كوستاريكا. هذا ظاهر وانه منتخبنا مسيطر على المباراه. وهذه كره لصالح منتخب كوستاريكا الى رويز، حذاري من هذه الكره، فرصه تعادل وممتاز وممتاز جدا معز حسن يفسخ هدف تعادل. ومعز حسن حسين المفيد انه حارس المنتخب واضح، شوف فسخ هدف بعد تسديده جوزي ميشيل وعلى الخط النهائي للمرمى، معز حسين يفسخ هدف التعادل لمنتخب كوستاريكا. معز حسين اشاع الاطمئنان والامان في دفاع المنتخب الوطني التونسي، واربك بقيه الحراس الموجودين على بنك البدلاء. و83 دقيقه وديما المنتخب متقدم واحد بلاش، ابرز فرصه للمنتخب كوستاريكا من البديل جوزي ميتشيل رقم 11، وممتاز جدا معز حسين حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي اللي كان فاروق بن مصطفى في ضد المنتخب الايراني. اليوم معز حسين في انتظار المباريات الوديه القادمه التي ستكون قبل المونديال، ديما ننتظر التاكيد، وقد يكون واحد
من الملاعبيه بطبيعه اللي ماهوش موجود في القائمه توا ينجم يكون في المونديال. كل شيء ممكن، ولو انه من نبيل معلول قال 90% من الملاعبيه اللي موجودين في القائمه توا باش يكونوا في المونديال، 10% ينجم واحد ولا اثنين يكونوا موجودين حسب الاصابات. وهذه كره هو الموجود موجود في كيلور نافاس، ما اصابات بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. كما قلنا ربي يحميهم ملاعبيتنا، محتاجين لكل اللاعبين. وهذه كره للمنتخب الوطني التونسي. شوف الروج فخر الدين فين يمشي يغير المركز، وطه ياسين الخنيسي وما فما شيء، يقول الحكم يقول مخالفه ضد المنتخب التونسي. الحكم الفرنسي فرانك شنايدر يقول المخالفه ضد المنتخب الوطني التونسي. طه ياسين الخنيسي ملقى على ارضيه الميدان بعد هذا التدخل والكره الثنائيه. نعاودوا العمليه، صعيب الحكم على المخالفه، ما فماش ممكن المخالفه، كان ينجم يخلي اللعب الحكم الفرنسي. وتغيير اخر لمنتخب كوستاريكا، حامل القميص الرقم 8 باش يدخل اوفيدو باش يدخل في التشكيله، وايضا رقم 9 رويز ياندريك رويز، زوز لاعبين باش ياخذوا اماكنهم في تشكيله اوسكار راميريز. الرقم 10 يخرج برايان رويز ويدخل ياندريك رويز، او كرويز بقى موجود على الميدان. انيس دخل رويز، خرج رويز، يسهل مهمتنا نحن في التعليق على ما تبقى من دقائق. والبديل اللاعب اللي يخرج رقم 16 كريستيان غومبوا لاعب سلتيك يخرج ويغادر، واوفيدو رقم 8 هو اللي ياخذ مكانه. هذه تغييرات راميريز مدرب كوستاريكا، التغييرات من اجل ايجاد الحلول وخروج انيس البدري ودخول غازي العيادي. هذا تغيير اخر لنبيل معلول، غازي العيادي لاعب النادي الافريقي، ظهور اول في هذه المباريات الدوليه الوديه بعد التالق في مباريات البطوله. غازي العيادي للتاكيد من اجل اثبات الذات، من اجل ايضا محاوله افتكاك مكان ضمن قائمه ال 23 اللي باش يكونوا موجودين في روسيا ان شاء الله في المونديال. يعني اليوم زاد عطى فرصه نبيل معلول لغازي العيادي، بالاضافه للاعبين اللي لعبوا ضد ايران كانوا اساسيين والا احتياطيين، اليوم ينضاف اسم غازي العيادي. وهذا علاش مجعول المباريات الوديه اكيد لي باش يجرب الملاعبيه والخطط التكتيكيه في الدفاعيه الهجوميه. وبطبيعه نلعبوا في 87 دقيقه لعب، ثلاثه دقائق على نهايه هذه الكره. وحذاري والموجود موجود دفاع المنتخب في التغطيه، قلت 87 دقيقه لعب والتقدم واحد بلاش للمنتخب الوطني التونسي امام منتخب كوستاريكا. هدف وهبي الخزري في الدقيقه 36 من الفتره الاولى امام منتخب كوستاريكا، اللي تقريبا جاته فرصه وحيده منذ دقائق من ميتشيل، والامتياز لمعز حسين حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي. كره ترجع لاسامه الحدادي، اسامه الحدادي يبحث عن الحلول الى غازي العيادي، غازي العيادي يرجع الى الخلف، دفاع المنتخب من مريح، مريح الى فرجاني الساسي، مئات لم نقل عديد الكيلومترات اقتحم فرجاني الساسي وليس صخيري في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. مرياح مرياح، والحاجه المهمه جدا دفاع المنتخب في ثاني مباراه وديه لا يقبل الاهداف بعد مباراه ضد منتخب ايراني وقبل ثلاثه دقائق من نهايه مباراه ضد منتخب كوستاريكا. دفاعيا الامور 5-5، هجوميا سجلنا هدف في تقريبا 180 دقيقه، صحيح شويه لكن لا ننسى انه نلعب ضد منتخبات من طراز عالي، زوز منتخب زوز هدف، واحد ضد ايران واحد ضد منتخب كوستاريكا، منتخبات من طراز عالي جدا، زوز منتخبات هذوما يشاركوا بطبيعه في مونديال روسيا بالنسبه لايران وكذلك بالنسبه لمنتخب كوستاريكا. كره ترجع لسيلسو بورغيس، سيلسو بورغيس الى اللاعب ياندريك، ياندريك رويز او اوفيدو ياخذ الكره، واستون واستون قلب دفاع منتخب كوستاريكا الى اوسكار دوارتي، اوسكار دوارتي
والحذاري من التسديد هو لاعب جون ميتشيل خطير، هذا اللاعب رقم 11 يتعب في لعبيه المنتخب الوطني التونسي، قلب هجوم تقريبا يشبه لطاهيسي الخنيسي في تلب الكره وراء المدافعين مع طول قامته. هذا المهاجم كيف وكيف سيغورا اعطى اضافه لي في تشكيله المنتخب كوستاريكا، تشكيله المدرب اوسكار راميريز. هو الجماهير التونسيه تعمل في الشو في ملعب نيس، احتفظت بالكره، احتفظت بالكره للتاريخ، ممكن للتاريخ والابتسامه من المدرب اوسكار راميريز. انت تضحك على هذه اللقطه واحنا نضحكوا بعد الانتصار ان شاء الله. مسيو رودريغيز نفذ التماس لصالح منتخب كوستاريكا. راميريز اوسكار راميريز نفذ التماس طويل يدخل دفاع المنتخب في مره اولى، والحذاري من التسديد، والتسديد او سهل في دين معز حسين في حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي، وطبعا قائد الفريق بعد ما كان براين رويز والخمسه هو سيلسو بورغيس. تعود لسيام بن يوسف، سيام بن يوسف، ديلان محمود براون، ترجع من جديد فرجاني ساسي، شوف الياس سخيري ولا هو في قلب دفاع المنتخب الوطني التونسي، الى مرياح، ياسين مرياح يطلب في الكره، غازي العيادي يرجع الى اسامه الحدادي، مرياح يحتفظ بالكره اكثر من اللازم وتماس طبيعي يعود لمنتخب كوستاريكا. أكيد وتعود الكلمة في التعليق للبيب بعد أنيس بعد معادة الكرة لمنتخب كوستاريكا، والحارس نافيس منتخب كوستاريكا اللي حاول في الدقائق الأخيرة تعديل النتيجة. وشوفوا الوقت بدل الضائع، وفما رقم ثلاثة يوهان بن عنوان يستعد للدخول، ممكن نشوفوا الثلاثة لاعبين في المحور في الدقائق الأخيرة. ثلاثة دقائق وقت بدل الضائع، دخلنا في الوقت بدل الضائع في هذه المباراة، 1-0 للمنتخب الوطني التونسي، والتدخل من واستون والكرة ممتازة من سيام وترجع من بسام وترجع من الحكم الفرنسي باش يتم التغيير في هذه الآونة. يوهان بن عنوان قلنا وأنه مصاب لكن لبس عليه يوهان، هو موجود على البنك في بالنا وأنه وجوده شكلي، ولكن نظن أنه باش يتم إدخاله في اللحظات الأخيرة. شفناه واقف بعد الحكم الرابع استعدادا للدخول قبل تنفيذ المخالفة، ما عطاش الإشارة الحكم. فما التغيير للمنتخب الوطني التونسي هو التغيير السادس، ديلو محمود بران يخرج وياخذ مكانه يوهان بن علوان لاعب لايستر سيتي الانجليزي. يوهان اللي كان اساسي في مباراه ايران، والكوره حذيري من هذه العمليه والمطالبه بلمسه يد من الياس الصغيري، تتوصل الكره كوستاريكيه وتعود لغازي العيادي، ترجع لإلياس الصخيري مرة أخرى، أسامة الحدادي والتماس للمنتخب الوطني التونسي، وهذه إعادة للعملية الأخيرة بالرأس. إلياس مد يده، فما ضربة جزاء على ما أظن، فما ضربة جزاء يديه. مباراة ودية، خلينا نكملوا ربحين لبيب حتى للمعنويات، لأنه كل شيء تنسى وتقعد يقعد النتيجة. إيديه كانت مضمومة البدن ومن بعد خرج يده تلقائيا، لكن اللمسة كانت موجودة، الجماهير اللي خرجت الجرينتا اللي فيها وبدات تحتفل اكيد في اللحظات هذه تقريبا قبل دقيقه لبيب من نهايه المباراه والوقت الاضافي اللي اضافه الحكم الفرنسي. ان شاء الله انتصار ثاني باهي برشا للمعنويات بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي قبل مونديال روسيا، باهي للتصنيف العالمي ايضا، باهي للتصنيف العالمي، وباهي للمدرب نبيل معلول، وباهي للتوانسه اللي موجودين في ملعب المباراه اللي ممكن منهم قطع الاف الكيلومترات باش يجي يتفرج على، باهي للناس اللي قاعده تنقد في المنتخب الوطني التونسي، على الاقل يرتاحوا شويه ويرتاحوا المنتخب الوطني التونسي. نحكي كل شيء ما فما حتى مشكله.
في تعليقنا على هذه المباراة لأنهم موجودين على الأقل بعد هذا المردود، باش نقولوا مردود ممتاز، ولكن أقنع المنتخب الوطني التونسي على الأقل. كوستاريكا ما كانتش موجودة تقريبا، شبه غائبة عن هذا اللقاء مع بعض المحاولات. المنتخب سيطر، سجل هدف، سدد على القائم فخر الدين بن يوسف، تفرط له عديد الفرص. نسبة امتلاك الكرة أفضل وأحسن للمنتخب الوطني التونسي، وسط ميدان كان ثابت تبارك الله عليه، خاصة لاعبي الارتكاز الفرجاني ساسي والياس الصخيري، ما نساوش الدور الكبير لوهاب الخزري قائد المنتخب اللي خرج، أيضا أنيس البدري، تقريبا الملعبية الكل إجمالا كانوا في المستوى في هذه المباراة. وهذا علاش مشعولة بتبيع المباريات الودية، وكما قلنا باش تصعب المباراة أو بتصعب الأمور على المدرب نبيل معلول في الاختيارات في المباريات القادمة وكذلك في المونديال الأهم إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي بشوية بشوية قاعد يأخذ في نجاحات كبيرة. ونهاية المباراة بانتصار المنتخب الوطني التونسي للتاريخ 1-0 أمام منتخب كوستاريكا، وفرحة كبيرة للجماهير، وأول في أول مباراة نلعب ضد منتخب كوستاريكا في التاريخ، وبرافو لكل الملاعبية. تحية ليك لبيب في هذا التعليق الثنائي على هذه المباراة. تحية ليك أنت يا نيسة، شكرا ليك والجماهير اللي بتبيع تحتفل بلعبية المنتخب. أكيد الزملاء مع اسكندر الحجام يحاولوا بالدقائق اللي مازال لهم بتبيع قبل نشرة الأخبار للتحليل. تفضل يا اسكندر.